السلام عليكم يا جماعة. الفيديو ده أنا بفكر أعمله بقالي فترة طويلة، بس دايما كنت بماطل أو ساعات بقول لا ملوش لازمة، محبش أتكلم جد كتير، دايما كنت معطل نفسي كده. بس بصراحة لقيت نفسي حاسس إن عايز أتكلم وقلت أفضفض شوية. مش محضر، أنا مش كاتب سكريبت، هسيب الكلام بس يطلع كده زي ما هو وخلاص. لو انت مقطع نفسك في مصر وحلم حياتك ايه، مثلا ان انت تسافر المانيا، تيجي المانيا تستقر هنا وبتاع، في ناس ده حلم حياتها وعمالين بيحاولوا مرة واتنين وتلاتة، واللي بياخد كورس مثلا في جوتا عشان يحسن اللغة بتاعته علشان يجي هنا ويبدأ وبتاع. بص الفيديو بتاعي مش عايزه يحبطك او يهبط من طموحك وكده، لكن انا عايز اقولك يعني انت ما تفتكرش صدقني خالص خالص ان انت مجرد ما تطلع من مصر ايا كان الوضع فيها سيء او لا، ان انت هتيجي هنا هتلاقي الجنة بالنسبة لك. ده اعتقاد ناس كتير جدا، وانا واحد كنت واحد منهم. يعني انا كنت مفكر ان انا خلاص مجرد ما اسيب مصر واطلع على طول كده خلاص بقى الدنيا كلها تاخدني بالحضن، وهلاقي بقى النجاح والفرص، والواحد هيبقى غني جدا بقى والشغل وبتاع. والله العظيم والله انا مش عايز اهبط من حد او ان انا احبطه او اقتل طموحه والكلام ده كله، بس انا هقول لك الواقع واقول لك الحقيقة بجد. وانا هتكلم من المانيا، يعني انا هتكلم على المانيا بس لان ده حدود معرفتي، انا عايش هنا بقالي فترة وعارف النظام هنا ماشي ازاي. بص هقولك على حاجة، شيء حلو جدا انت تكون بتاخد كورسات او ان انت تكون بتتعلم لغة جديدة، بس صدقني هتيجي المانيا هتكره اليوم اللي انت فكرت فيه تتعلم الماني. مش قادر اوصف لك الطبيعة هنا عاملة ازاي. بص انت بكونك انت كواحد مصري اتولدت في مصر متعود على النظام عندنا هناك في مصر ماشي ازاي، هتيجي هنا هتكره نفسك، هتكره حياتك، هتحس ان انت وانت قايم من النوم عايز ما تقومش، انت عمال بتقول يا رب اكمل نوم واكمل حياتي كده كلها نوم، مش عايز تقوم تحتك بالطبيعة اللي انا. في ايجابيات وفي سلبيات، ولكن حتى الناس الالمان اللي في المانيا اصلا هم مش طايقين نفسهم. ايه السر في كل ده؟ انت هتلاقي هنا الحياة الروبوتية، يعني انت لما هتيجي المانيا طبعا هتكون في الاول فاكر ان الدنيا تمام بقى ومش عارف ايه ماشي، هتلاقي حياة روتينية جدا، هتلاقي نفسك ان انت عايش زيك زي الروبوت بالظبط. والله لو انت واحد بارد ما عندوش دم هيتأقلم مع الوضع، هتلاقي نفسك ان انت، لكن انت بطبيعتك كواحد مصري انت عندك روح، يعني انت واحد مصري انت متعود على روح الفكاهة، متعود على الحياة، انت متعود ان انت تسخر من المواقف اللي انت بتحط فيها عشان تعيش، فاهمني؟ هنا انت مربوط بقوانين وقوانين رخمة في كل حاجة هتحاول تعملها، هتلاقي نفسك مربوط بقوانين، والقوانين دي لا يتم تغييرها اطلاقا، فاهمني؟ يعني في مصر الدنيا كانت مرحرحة شوية، يعني انت لو عايز تعمل حاجة هقول لك في مليون في المية استثناءات في كل حاجة، هتلاقي دايما استثناءات. انت مثلا على حسب وضعك ممكن عايز تخلص حاجة في مصلحة حكومية مثلا وحاليا ده ما ينفعش، ده ممكن الموظف اللي قدامك يقول لك طب بص مثلا انت لو الفلوس مش مكملة معاك دلوقتي انا هكمل لك من معايا، بس بالله عليك يا شيخ مثلا بكرة تيجي تاني تدفع لي الفلوس اللي انا دفعتها لك دي. هتلاقي استثناءات في كل حاجة، هنا الكلام ده مش موجود، فاهمني؟ هنا واحد زي واحد يساوي اتنين، مفيش صعبانيات، مفيش عواطف، مفيش روحانيات، مفيش الكلام ده نهائي، انسى. واحد زائد واحد بيساوي اتنين، محدش عنده استعداد ان هو يساعد التاني، محدش عنده استعداد ان هو يتكفل بالتاني، كل حاجة ماشية نظام روتيني بحت. انت هتبقى جزء من يعني انسان، يعني انت هتبقى انسان آلي، هتبقى جزء من مكنة. هتلاقي صعوبة في كل حاجة بتحاول تعملها، عايز تخلص ورقة،
عايز في المصالح الحكوميه هنا. بص يعني الناس لغتها قويه، اي مصلحه حكوميه هنا اسمها البيهوردة، تمام. التعامل مع البيهوردة هي في هنا في المانيا كابوس، كونك انت تسمع الكلمه دي كابوس، انت عايز تخلص حاجه من البيهوردة كابوس، ميعاد، اجراءات، ورق، انت ماشي جزء من منظومه. الكلام ده مش موجود في مصر. يعني انت في مصر عشان اكلمك بالبلدي، في حاجات كتير ممكن تخلصها بالحب. ده من ناحيه الاجراءات. من ناحيه الناس هنا كآبه، فاهمني؟ كآبه. يعني مبدئيا ما فيش حد هنا، مثلا لو في خناقه في الشارع، لو انت عربيتك خبطت في عربيه حد وبتاع، ممكن الموضوع في مصر بالتصالح مع شويه كلمتين حلوين تخلصوا القصه. هنا الموضوع ده لو حصل مفيش تفاهم، بوليس وش تمن لك انزايجه، وهتلاقي حاجه كده في الملف بتاعك تثبت مدى الحياه، هتعمل لك انزايجه سوفوت، يعني على طول انزايجه، يعني محضر. ولكن مفيش تفاهم بقى، مفيش صعوبه، يعني مفيش اللي هو ايه تعالى نحل الموضوع ودي بينا وخلصت. الناس بقت برضو جزء من المنظومه اللي هنا. الناس مفيش فكاهه، مفيش لعب، مفيش ان هو النزول بالليل ده تقعد على القهوه مثلا شويه تشرب حاجه مع اصحابك. هنا الساعه 8 ما بتلاقيش مخلوق في الشارع. طبعا مش عايزين نبالغ بقى، يعني مثلا في بعض المدن الكبيره زي برلين مثلا، في هامبورج الكلام ده مش موجود، يعني هامبورج مفتوح 24 ساعه. ولكن انا بكلمك في المدن العاديه، الساعه 8 ما تلاقيش مخلوق في الشارع تحت، كله بقى ايه مقدسين حته المفهوم بتاع البيت، كونسبت ان انت يكون عندك بيت. هنا مبدئيا الملك مش مهم، ان الامانه كلها مأجرة، الملك هنا مش مهم، لكن عندهم تقديس للبيت، ان انت يبقى عندك بيتك حاطط فيه عفشك وقاعد بقى ايه مشغل نتفليكس وقاعد، مفيش حد بيخرج، الدنيا ساقعه. حتى لو خرجت الناس ما فيهاش روح. ما تفتكرش ان انت ايا إن كانت الطريقه اللي هتيجي بيها اوروبا، ان انت اللي يقول لك مثلا هنط في مركب واجي هنا، ده مجرد ما توصل خلاص. لا مش خلاص، مش خلاص. ومش ان هو هيدوك ورقك اول ما تيجي، مش اول ما توصل هيقفوا على الحدود كده ويدوك الورق بتاعك. لا ده في برضه تحقيقات. انت جاي ليه؟ انت ايه اللي جاي ده؟ ممكن يرجعوك تاني، هي ممكن يرجعوك تاني، مالكش هذا يا اخي. تشتغل ايه؟ انت لو معاك شهاده مثلا ملائمه لمجال عمل معين هنا وشهاده معترف بيها في اوروبا رسمي، مش هتشتغل. انت لو مش متجوز مالكش حق الاقامه الرسمي. لو انت مش لاجئ مش مالكش حق الاقامه الرسمي. والله بقى ايه عرفت تضحك عليهم تقول لهم ان انت سوري ومش عارف ايه، لو عدت عليهم هتاخد حق اللجوء. بس انا ما عنديش خبره في الموضوع ده، بس ما اعتقدش ان هي هتعدي عليهم لاي حد اقول لهم انا سوري هيبقى سوري. يعني ما اكيد عندهم حاجات يتاكدوا منها، مصادر يتاكدوا ان انت روسي ولا لا، سوري ولا لا، سوري. ولكن اللي انا عايز اقوله لك ان انت مش مجرد ما توصل اوروبا هيديك الورقه وهتقعد اقامه قانونية. الدنيا صعبة، الدنيا هنا فعلا صعبة. الناس مثلا اللي بص ساعات، الناس اللي بص على حياتك من بره مثلا يقول لك اوبا ده عدى، ده بقى ملك، ده شوف ده عدى بقى ومش عارف ايه وبتاع، ولا عدينا ولا حاجة يا عم، اسكت يا عم، ولا عدينا ولا حاجة. بتتكلم في ايه انت؟ بس انت يمكن تكون حياتك انت في مصر دلوقتي ما فيش الضغط الرخم اللي عليك، وكمان انت عارف ان انت مش من ملاك البلد دي. يعني واخد بالك، يعني انت في مصر على انت قاعد في الارض دي، ارضك، البلد دي بلدك، انت مش حاسس ان انت غريب، فاهمني؟ مش هقول لك ان انا هنا حاسس ان انا غريب، هو بصراحه انا حاسس برضه ان انا غريب، ولكن انا اللي مقربني شويه ان انا في اللغه الحمد لله كويس، فاهمني؟ فانا ليا اصحاب هنا وهنا وهنا والمانو، فالواحد مش حاسس نفسه لوحده. ولكن القصه كلها برضه يا اخي، يعني برضه يعني انت وانت بتتعامل مع المصالح الحكوميه هنا، هما بيعاملوك انك اجنبي. انت مش هتتعامل معاهم دي في بلدك، انت حق ليك، انت ليك حق في الملك العام يا اخي في مصر.
انت هنا بتتعامل معاملة الاجنبي، وهنا عشان تتعامل معاملة الاجنبي هحطه عليك بصراحة. يعني هنا في حاجة في مصر مضايقاني شوية، ان احنا بندي للاجانب الاولوية الكاملة، يعني احنا نحط على بعض في مصر، ولكن لو لما نقابل حد اجنبي نديله معاملة بريمو. لو حد مثلا في الغردقة، انا عايش في الغردقة فترة طويلة، لو حد صاحب شقة وعايز يأجر الشقة بتاعته ولاقى واحد مصري وواحد ألماني، هيدي الشقة للألماني وهيسيب المصري. ليه؟ يقول لك أجنبي يا أخي حافظ لي على الشقة ومش عارف إيه. عايز أقول لك إن الوضع هنا كومبليت تسكيك بتاعي. الوضع هنا العكس تماما. عندك شقة، طب واحد ألماني وواحد مصري، واحد ألماني وواحد أفغاني، واحد ألماني وواحد سوري، ولا هيدي الشقة للألماني؟ وانا ليه اديها لحد اجنبي يبوظ لي الدنيا ويجيب لي حشاشين في البيت؟ وللاسف في اوسلندا كتير هنا بيعملوا كده، تاجر في مخدرات وبتاع. عشان كده البيهات واخدين الجماين يعني فكره وحشه عننا، عن اوسلندا عامه. فعايز اقول لك ان المانيا، ما تفتكرش المانيا جنه؟ المانيا بلد عنصريه جدا جدا. اوعى تفتكر ان هما طيبين قوي بقى علشان بيفتحوا باب اللجوء للسوريين يا عيني ومش عارف ايه، ولازم يجوا هنا عندنا نديهم اكل وهنديهم مكان وهنديهم مش عارف ايه. بص، ما بيجيب السوريين هنا يشتغلوا الشغلانات اللي المانيا مش عايزين يشتغلوها. هما مش طيبين قوي لدرجه ان هما هيقول لك انت لاجئ حبيبي، طب تعالى ندي لك حضن هنا ومش عارف ايه. مفيش الكلام ده. هما بيجيبوا السوريين هنا ايه بقى، يقول لك هاتهم يشتغلوا اي حاجه احنا ملناش مزاج نشتغلها، ينظفوا بقى يشتغلوا. اصل ما تقوليش برضو ان حد سوري هيجي بيرفكت في اللغه على طول. هما هيجيبوك يا باشا تيجي تشتغل اي حاجه احنا مش عايزين نشتغلها، مش عايزين، مش عايزين الامام، مش عايزين يشتغلوا في ايه، مش عايزين ينظفوا صحون، مش عايزين يشتغلوا في الجاسترونومي مثلا. كتير منهم مش عايزين يشتغلوا في الجاسترونومي، في كتير مش عايزين يشتغلوا التن فليجا. هم بيجيبوا السوريين علشان يقول لك ايه بقى، دول انا مش عايز اقول كلام مش كويس، ولكن اللي هم ايه يشغلوهم عندهم بقى الحاجات اللي هم ما لهمش مزاج عليها. بلاش نقول اي حاجه مش حلوه. فما تفتكرش ان المانيا اللي انت متخيلها، يعني هتتعب وما تحطش كلام في الحسبان لو انت حاسس ان انا هبطك لا، كمل في حلمك وكل حاجة بس، وتعالى واشتغل واستقر. ولكن انا بقول لك مع الوقت هتلاقي نفسك اتغيرت، هتتعب نفسيا من الظروف العامة هنا والقوانين والحياة الروتينية البحتة، وربنا وفقك. ألمانيا من البلاد اللي معروفة عامة إن هم ناس ما عندهمش روح. كده اللي هو كده، حتى تبص على ناس وهم ماشيين في الشارع كل واحد ماشي في طريق مستقيم. لو كلمت واحد جنبك مثلا قلت له فضلك ممكن أسألك على حاجة كده مثلا، هيسيبك ويمشي. مفيش وقت يا باشا، مفيش وقت يقف معاك يتكلم. عايز بقى ايا كان انت عايز تسأل على ايه، الساعة كام، تروح الشارع ده منين، مفيش وقت. انت واقف عايز تسأل سؤال، ولا اسم لا يشاب كانت سايت جاي يسيبك ويمشي. هاجي نفس الطريقة كده، كأنه دايما اللهجة بتكون عدوانية كده، يشاب كانت سايت هي كده. فكر ولو ويلكم اي، يعني المانيا طبعا تعالى يا اخي، بس انا بقول لك نفسيا هتلاقي نفسك تعبت، وبعد كده هتلاقي نفسك بتقول يا ايه ده، احنا في مصر كنا ماشيين دي كانت هرجله قوي، بس الدنيا كانت بتمشي اللي هو ايه. عشان ما اطولش عليك، داخلين على 15 دقيقة. المانيا عبارة عن ورق، ورق بس، انت عبارة عن ورق. ترتيب هنا أطفال أولوية، ستات، كلاب، الراجل يبقى يجي بعد كده.
هو ده الترتيب. مش هطول عليك، اتمنى لك كل التوفيق، نجاح. السلام عليكم.